الرحمن الرحيم. أستاذة سهام، أستاذة في مؤسسة طيبة، هذه سنين وحنا خدامين فيها، الحمد لله عندنا أقدمية هنايا. هاد السنة هذه في الآونة الأخيرة كنتفاجئوا بقرار الإغلاق اللي جانا مفاجئ، خصوصا أن وليداتنا تيقراو هنايا. حنا ما عرفناش كي غادي نديروا في هذا المشكل، هذا يعني مشكل عويص، مع أن المؤسسة عندها سمعة طيبة الحمد لله، أكثر من 800 تلميذ اللي كيقرا هنايا، وأكثر من 150 عامل اللي كاين خدام هنايا. يعني مشكل كبير، ملي تعطى هذا القرار راه مشكل كبير. واش هاد الناس ما شافوش ان هاد الاسره، هاد الاسر فين غادي يمشيو، كي غادي يديروا في المعيشه ديالهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هذا اللي خرج لنا هاد القرار راه ما عرفش واش ما ردش باله في هاد المساله هذه. حنا كنطالبوا جلاله الملك محمد السادس انه يشوف لنا الحل، لان فعلا درنا وقفه امام الاكاديميه، طرقنا بزاف ديال الابواب وما عندناش الحل لهذا المشكل. كنطالبوا من محمد السادس انه يشوف لنا الحل لهذه المساله. وليداتنا رافضين انهم يمشيوا يقراوا في جهه اخرى، وليداتنا رافضين. تيقول لك حنا بغينا المدرسه وبغينا الاساتذه اللي فيها، ما يمكنش ان هذا واحد الصرح تبارك الله، هذه سنين وهو خدام ونجيو ونكسروه في لحظه بدون اي ما اقتنعناش شنو هو المشكل اللي عندنا باش ان هذه المؤسسه تسد.